طب انت من الناس يا منى، يعني انا مش عارفه هل الديزاين بينتشر كده بمحض الصدفه، ولا يعني انت عملتي ايه عشان فجاه شنطك بقت منتشره في كل حته، ناس كتيره لابساها، فنانين كتير لابسينها، فقولي لي الموضوع جه معاكي بالصدفه، رد فعلك كان عامل ازاي؟ لا الحمد لله، طبعا ده بفضل ربنا وانا مجتهده جدا. انا بحب الرسم، يعني بتابع الماركات العالميه وباخد منها، مثلا بستوحي افكاري منها كلها. ممكن بقى يعني شفت مثلا ايد عجبتني انا احطها على الديزاين بتاعي كده، فالحمد لله يعني. بس مش بتقلدي صح؟ لا تقليد مش هنوصل ان احنا قاعدين مع بعض دلوقتي خالص. ليه؟ لان طبعا لازم يكون عندك ايدنتيتي بتاعتك. ايه الفكره بتاعتي؟ مثلا ايدنتيتي السلاسل، الناس كلها مثلا بتشتغل بالسلاسل العاديه اللي هي الحديد، انا لا، الايدنتيتي بتاعتي في الكلاتش اللي هي السلاسل البلاستيك الملونه. اوكي، طب احنا عايزين نفهم بقى السلاسل البلاستيك الملونة دي بتستخدم ازاي، بتتمسك ازاي في الشنطة بقى؟ طبعا مش هينفع امسكها على ايدي لانها بلاستيك، بحطها على وش الشنطه بسبوخها. بتبقى سلسله جولد او سيلفر، السيلفر بيساعدني اكتر في الصبغه وفي الالوان. وباخد بقى يعني ايه، ممكن من كل لون في الشنطه بعمل الكالورينج بتاعها، يعني مثلا لو زرقاء بمشي معاها الجولد، لو خضره برضو جولد بينك، زي ما انت شايفه كده في الشنطه الفوشي. لا انا اقصد اللي هم فيهم خرز اللي احنا شايفينهم دلوقتي دول، بيستخدموا ازاي؟ بيستخدموا ازاي؟ انت ممكن تشيليهم، يعني بتشيليهم وتحطيهم، ممكن تلبسيهم على حزام. بيتركبوا ويتشالوا. ممكن تلبسيهم على حزام، ممكن تلبسيهم از نيكلس، ممكن تمسكي الشنطه من غير السلاسل خالص عشان تحسي ان ايه، في تجديد تغيير على حسب الاوتفيت بتاعك. انت قصدك الحاجات اللي متركبه في الشنطه الماتل دي اصلا ممكن اشيلها واركبها وكده يعني؟ ايوه. اوكي، طب انا دلوقتي حد عادي بشتري شنطه وعايزه اعرف الجلد ده الكواليتي بتاعته واخبارها ايه، طبيعي ولا مش طبيعي، وحتى لو مش طبيعي الكواليتي بتاعته جيده ولا لا؟ قولي لنا بقى ايه التابس اللي انت بتعرفي فيها ان نوع الجلد ده فعلا كويس قوي. انا بشتغل في الجلد الصناعي، ما بشتغلش طبيعي. ليه؟ لان الاسعار بتاعته بتبقى افوردبل للناس وممكن اي حد يشتريه، يعني في متناول الجميع يعني. لما بنزل بقى اهم حاجه يكون الماتيريال بتاعتي تكون زي مثلا جلد التمساح ده قايم، جلد التعبان، الجلود اللي هي زي الكابوتينيل اللي قدام دي، اللي هو اسمها نبه، يعني دي احنا بناخدها ستريت وده شغل يدوي. الجلد التمساح ده اللي هو الكروكو ده، اللي هو الاسود الجولد اللي قدام. أيوة. الموف او الفوشيا دي جلد تعبان صح؟ تعبان. في فرق بسيط كده بينهم.